في إطار استراتيجية اللي كتنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجويد الخدمات الأمنية وتقريب المنتوج الأمني للمواطنين، وفي إطار الارتقاء اللي تم بالأمن الإقليمي ديال سلا، إذن كذلك وفي نفس الإطار تم الارتقاء بمفوضية الشرطة العيادة إلى مستوى منطقة أمنية اللي كتجي باش تعزز المجهود الأمني من أجل توفير الأمن والطمأنينة والشعور بهذا الأمن لدى ساكنة الأحياء ديال العيادة جميعا. إذا كتجي هذه المنطقة باش أنها توفر المنتوج الأمني بما يوفر للساكنة التحرك بشكل طبيعي ودون هاجز أمني من أي جهة كانت. إذا المنطقة الأمنية بالحلة ديالها الجديدة في هذه البناية اللي كتشوفوا، البناية حديثة عصرية، كذلك تعزز بدائرتين أمنيتين. الأولى كتوجد في طريق القاعدة الجوية على مستوى حي الألفة والأحياء المجاورة، والثانية على مستوى حي النجاح وأبواب سلا. كذلك هذه الدائرتين تعززت بالموارد اللوجستيكية الضرورية باش أنها تقوم بالعمل ديالها ليل نهار وتوفر الأمن لجميع المواطنين. كذلك المنطقة الأمنية نعود إليها، تعززت كذلك بفرق خاصة بمحاربة العصابات، كذلك بالدراجيين اللي غادي يعملوا وفق عمل التناوبي اللي كيغطي 24 ساعة على 24 ساعة. هذا بالإضافة إلى المصالح الأخرى اللي كتواجد من هيئة حضارية، شرطة قضائية، استعلامات عامة. إذا اليوم كما حضرتوا جميعا الشاهد هذا اليوم حضور لجنة مكونة من السيد عامل عمالة سلا والسادة المدراء المركزيين على مستوى المديرية العامة باش أنه كتعطى الانطلاقة الفعلية لهذا المرفق الأمني اللي نتمنى أنه يكون عند حسن جميع المواطنين والساكنة ديال العيادة خصوصا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.